يا لا 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 لما حكمنا القوافي ولا سرينا الليلة هذا نشوف ليل المثالي والمكحلي من قبيلة نعم الرجال وقول يا للقصايد غاب الهلال يما حكم للقصايد ولا سري وش حاصل في قمة العشرين خطوة يسلم مصنف خبرك شاعر وصامل وانا مصمل اما انا حكم القصايد ولا سر انت لو تلعب على الحبلين كلمتي لا جتك تفهمها تراك من ناس فيهم ذمة ومانة لكن لا شفت صالح قبل لعانة أما حكمنا القصايد وإلا سرينا لا تسوي مثل أبو جهيل ما تحزمنا ما حازمها تحزمنا ما حازمها بحدود البيت والبيتين يا لا 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 يا لا 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 أما نحكم المعاني ولا شرينا يا أبو سعد يا زميلي الشك زايل وانت من اهل المواقف واهل الفعايل اللي تحاول تحايل كب المحايل اما نحكم القوافي ولا شرينا فيها كحل غير كحل العين فيها كحل غير كحل العين والعرب قضت لا
وجه الله. ومحاوراتي معاك يا ظهر فيها مودة، أقدرك ما تعمد غلظة وشدة، أما حكمنا القوافي ولا سرينا، لا تزيد الماية حوس الطين، لا تزيد الماية حوس الطين، تصلح حدودك تلاطمها، ما يكفر الرزاق وبطلين، ما يكفر الرزاق وبطلين، والجياع من يلقمها، صالح كفو مثل غيره لو يقضب أرضه ودرسه في المعالي قلطه وعارضه، والمسلم اللي يصلي ما ضاعف أرضه، أما لحكم المعاني ولا شرينا الحروف حروف جيموسين واضحة من قبل ترجمها، واضحة من قبل ترجمها، حروف حروف جيموسين